70-05-120 وعلى صفحة الإذاعة على فيسبوك وأيضا على وسائل الاتصال الاجتماعي كاملة. أنتم في الاستماع إلى برنامجكم مع المايسترو. مع المايسترو من الأربعة للستة متاع العشية على الحياة فام. مع المايسترو. يا أهلا وسهلا. إذن ما شاء الله حكينا على المرحوم الفنان رضا القلعي بدون إطناب وبدون يعني تعمق وبدون خاطر كان نقعد ونحكيه محب لنا برشا حساس باش نجمو نحكيه عليه. لكن عندي مصدر موثوق ومصدر يعني كما يقولوا باش نشربوا توا ملعين مع بعضنا. مستمعين الكرام ومشاهدينا استضفناكم نجل المرحوم رضا القلعي الأستاذ الفنان هشام القلعي باش يدخل معنا على أمواج إذاعة حياة فهم. معك سفيان العماري من قدام الميكروفون. مرحبا خونا هشام. أهلا أخويا سفيان. مرحبا بيك ومرحبا بالإذاعة اللي نحبوها الكل. أهلا وسهلا. أعطينا سوى القروان وتحية لكل مستمعيها وتحية لضيوفك منهم سيرياض. سيرياض عبدالله. وفيك يا هشام. عشك ذاك الفنان العازف اللي قعد معناتها يقونا اللي قعدت معناتها يعزف على طريقة القلعي مدرسة القلعي والدوسة احنا نقول الدوسة كنزلة الوتر بالضبط النغمة اللي خرجها اللمسة الفنية النبرة هذيك النبرة التامبر أي. التامبر هذيك قعد عنده هو تاسك ما عنده الوحيد اللي نجم يعزف واحنا توا نسينا المعزوفات ما عادش نسمعوهم التحميلات والسماعيات واحد والبشارف ما عادش الأنماط هذه كل غابت علينا جملة وغابت على مهرجاناتنا أيضا ولا إيش خليت العازفين كل يتشبهوا لبعضهم تو عنا أحسن تكنسيان في العزف معناتها روعة كل لكن الله غالب يتشبهوا لبعضهم تدور راسك هكايا فهمت عليه وتسمع ما تنجمش تسمي تغلط قبل كان كي إذا قلع يعزف ولا حتى قدور صرافي ولا حتى محمد تريكي مثنية أنت تعرف اللي هو موجود في فرقة ولا لا صحيح طابع بالضبط هذه يعرفها أخويا رياض يعرفها إيه أنت تتكلم وينعمل يقول لي نعم سمعت قال لي قلت صحيح سيريال تسمع في سيشير يعطيكم الصحة احنا كنديو نسوق الكرهبة نسحق التلفزيور ما هي العكس هذه أكيد اللي ما يعرفش التاريخ ما ينجمش يقدم القدام فهمني خسارة تاريخنا قاعد يتمحل في الموسيقى ما ختيار انت ونسمع في مصطفى الشرفي ولا نسمع في يوسف التميمي ولا نسمع في برشا مغنيين معناتها كانوا فتاح عندهم اصوات معناتها روعه اداء ممتاز هادي قلال هادي مقراني فهمني ما عادش نسمعهم فهمني على كونه معناتها تقدمنا وماناش رجعيين انا ما نحبش نقول اللي الوضع توا يقعد راكد لا أما على الأقل باش الشباب ياخذوا فكرة على الموسيقى التونسية كيفاش كانت. وإحنا هذايا الهدف نتاعنا سي هشام من خلال البرنامج هذايا نتاعنا نحبوا الشباب اللي ما يعرفوش العباقرة نتاع الفن فهمتني نحبوا نسلطوا الأضواء عليهم خاطر توا كيما كنت أنت توا تقول يعني توا المغنيين بريسك كل يشبهوا لبعضهم بالنسبة للعازفين توا الناس كل زادة تشبه لبعضهم وزيد توا الموسيقى التركية معناها كيفاش ولا طاغية علينا وكذا ذا فهمني ولا الناس كلها ولات فهمتني ولا تعزف نفس العزف ونفس الجمل ونفس كل شيء احنا الهدف نتاعنا في البرنامج نتاعنا هو نحبوا يعني نحكيوا على العباقره نتاعنا امثال رضا القلعي امثال الهادي القلال امثال سي محمد المقراني جويني الى غير ذلك خويا هشام تحيه ليك من اخوك وعمك رياض عبد الله من القيروان عايشك يا اخويا عايشكم والله يعطيكم الصحة كي تفكروا معناتها شنو معناه؟ فنانين تتفكروا فنانين القدم واجبنا هذا واجبنا يزيدنا شرف سيدي علاش يا سيدي هشام انت قلت كلمة عجبتني قلت جماعة تو يشبهوا لبعضهم تا قبل ما يشبهوش ابدا كان ثم ابداع احنا مش ماناش نقولوا اللي قبل الخير ماذا بينا هذم يكونوا سيودة وياكلونا اما الفن القاعد يتراجع كما قلت هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أنا من الناس اللي كان الله يرحمه سي رضا القلعي يضيف بحذايا في القروان وعمل حفلات في الستينات في الفسقية لغالبا هنا في القروان عن وتاريخ حافل وانت تعرف يا هشام مانيش باش نقعد نجدد في نعاود في مناقبي ونعاود في صحبتي مع رضا تعرف شنية عشرتي معاه وانت تعرف وانا أقول الله يرحمه ونزودوه بالرحمة لأن أنا عايش توا
بالكسكوشه نتاعو كلمه قديمه يقولوها الناس بكري. انا عايش بدوساته وبقطاع نتاعو. تتم كلامك. اي نعم. هو في حياته في تامبويميان فعلا. يعني تاريخه ما عندوش بلايك في التاريخ وين يمشي، معناتها ما عندوش حساب في الفلوس، معناتها لا 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 عمره ما خمم في الفلوس. الوالد كان مثلا نثبت عليه، معناتها وقت باش يمشي يعمل حفله فبتي ولا شيء كسوه 150 والكاشين نتاعو ب 50. وباقي الوقت هذاك اي الكاشين نتاعو ب 50، معناتها ماليا خاسر خاسر. فهمني بالله يا هشام. يا هشام يعيش خويا. على الطاير سامحني باش نخرج شويه من سياق الحديث. الصباح انا وسي سفيان العماري نعدوا في القطاع الموسيقيه نتاع رضا يرحمه، ثم قطعه انا عندي اسم ما لقيناهاش في الواحد، نقمر لك منها شويه. انت نعرفك موثق كل شيء، قول لي شنو هي اسمها اللي هي هذه. ترى اجمل معمل الحجاز كار هكا ولا هذه حجازري؟ لا حجازري حجاز دوك هي نخيل رادس. الحب الخالد. الحب الخالد. الحب الخالد عزفها لي وقتها شويه منها عبد الباس متسهل. يعطيك الصحه يعطيك الصحه في العزف في العزف. قشعرت لي لحمي فكرتني في بابا ولا فكرتني فيه الدوسة نتاعي. يا هشام هاي هاي اسمح وجخرت. يا هشام اسمح وهنا يدخل في جو سامي شو. قال لي لحنت عام 57، قال لي عندي عرس في رادس كملت وما روحتش. قال لي بحضن الخل كاكا جاني الهام، قال لي مشي سجلتها من غدوه. سجلها في دوش تاولا وكراسي يمشي لحن. لا 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 ويكتب وكلمات تجيب تلقائيه. ما عرفتهاش تلقائيه خويا هشام. ما عرفتها. لا عرفتها الاسم نتاعها هذا عليا. اش قال؟ حب محمود بوجيبه. محمود بوجيبه عرضه وعطاه النص نتاع الفصول الاربعه. ايوه فهمني، عطاه النص نتاع الفصول الاربعه. مشى القهوه لحنها من الكل. انا الجمال اللي ينور في الحجاز حسيته، وخدم فيها المقامات خدم فيها المزموم واوبيرات تشد ساعه غير باطل ولحنها في 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 نهار. يا سي هشام اول قطعه تعلمتها في حياتي عام 65 هي هذه محبوبه. ريت اديت شيء نتاع القوس كمل لي عادي كمل لي. ولا صالحي شي شي من البيات اللي محاير فيك لصالحك شي كبير هذاك باش نتاجو. شوفوا لنا اش حاطين لنا جماعه صوره الاستاذ رياض يا استاذ. انت والاستاذ رضا القلعي يا حسره. سي هشام شفت راني تصويره الصورة اللي أمامنا بالنسبة لمتابعينا، حابين نوريه الصورة على يمين الشاشة فيها الأستاذ رياض عبد الله اللي كان يعزف لنا والفنان المرحوم رضا القلعي. 76 عام 76 المكان وين؟ في القيروان قدام حانوت رافع الطاس. بعد باش تحكي لنا على هذه المناسبة اللي زارنا فيها في القيروان واللي أنت كنت سبب واللي أنت استضفته بعدنا رضا القلعي وتقعد للتاريخ. تفضل سي مراد معك هشام. سي هشام مرحبا بك، شحوالك؟ يا خويا مراد يفضلك يعيشك. سي هشام بربي حبيت نسألك، أنا فما أغنية شغلتني. دور. أي دور هذاك وقتها وقع فيه كل الإشكال فهمت ولا بين الفنان معناه فتحي البجاوي والفنان عدنان الشواشي. فتحي البجاوي يقول اللي هو اول سجلها عام 1980
وقال يمتلك معناها تنازل من الحان الفنان رضا القلعي، معناها تنزلوا عليها. وعدنان الشويش يقول متاعي انا، وسجل عدنان الشويش عام 94. احنا نحب نعرفوا معناها الصحيح كما يقولوها بولا، باش ما نحلحلوش الجو اللي احنا فيه. اي والله والله هذايا كل شيء ما يعجبش. والله والله نحكيه توا على المخرجات، ما انت كي غناها عدنان بدعوة ولا ما بدعش؟ جميلة برشا، أبدع ممتازة. وتحية سمير شغلتني تو نسمعها بعد شوية أغنيتي شغلتني. سمير العقربي هو اللي عمل التوزيع. برشا من أمضاء الفنان عدنان الشواشي تو شوف لنا خويا أيمن. وما فيهاش وما فيهاش فلوس. قلت له فتحي، قلت له فتحي فهمني يا خويا، سجلها وغنيها مش مشكل. إيش ما يمنعك حد. احنا شوف احنا اولاده ما ناخذوا حتى فرانك من ما اثر باب. برشا جاونا حتى من اليهود، حتى من فرنسا، من كذا. أيوة. عطينا الغنيه هذه يا خويا، برا غني غني صح، اربح بها، برا اربح بها. احنا من ما احنا من حاجه بركه تتقيد بالنفس وتتقيد باللحن. اي ايوه صحيح. توزيع ممكن اما تغيير في جوهر الاغنيه لا، باش دخلي لاتينو ودخلي كذا ما يسعدش. صحيح باش تحافظ على الهويه. وبرا غني دوا كذا ايش كان، ما نحبش الرد عليه. أيوة. لا 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 ما نحبش الرد عليه، وما نحبش ما انت ماذا بينا فهمت عليه. الراجل تحت الثراء الله يرحمه فهمني، وعدنان فنان، اخويا فتحي فنان. صحيح. وهذا كل زايد وكل شيء مكتوب. صحيح صحيح فهمني. ها الوالد طلع عليا شاتها، اعطاها ثلاثة غنيات يمكن ولا أربعة غنيات ماكسيموم. أيه. والغنيات الكل شكون؟ من النعمة. اي المفروض هي عليا خالتي. بيان سور اي مرته. أيه. فهمني؟ أيه. ما فيهاش مجاملات. صحيح صحيح. ما فيهاش مجاملات، ما صار حتى شيء، وكلهم اخوات. كلهم اخوات صحيح. كلهم اخوات. استنى ساعة نحكيك الحقبة اللي فيها إذا قال غيرها، فيها فيها علي رياحي وفيها العمالقة الكبار كل بيان سور. انا أي. انا حاضر صغار ونشوفهم كي قابلوا بعضهم. انا الوالد أي. ماشي معاه عرضنا على عامل هادي الله يرحمه، هادي جويني. ايوه ايش قال ايش قال له بابا؟ قال له استاذي، يبوسيه يقول له استاذي. لا اله الا الله. شفت الناس كل الاخلاق تحترم وتقدر. مال مال ولينا معناتها نحكي اغنيه هذه نتاعي ولا مش نتاعي. كل تلك تعدى فات، الناس ماتت والفن قعد، وعدنان غناها بالكدا. عدنان معناتها عمل معناتها عطاها رونق صوته فهمتني، وكله يتعدى. ما مش نجاوب مثلا، مش نجاوب شنو مش نجاوب، ما هاش بونيميك هذه. بالعكس ان شاء الله ان شاء الله كل اغنيه تتفكر اللي فوقها يغنيها بالقلب. المهم اللي يغنيها خير كما نقولوا، واللي يبدع فيها هنا وخدنا. شفت شفت يا هشام اخوي هشام، يكلمك الاستاذ رياض عبد الله. يا هشام تفضل يا استاذ. باختصار هو لحن البرشا اسماء وبرشا اصوات. الجيل هذا ما يعرفش اللي رضا القلعي اتعامل مع علي محمود طه في لحن محمد الاحمر. محمد الاحمر ما يعرفوش مع الاسف. عاشقنا الدماء وعابد الصور. والله الله علي محمود طه اللي كتب القندول لعبد الوهاب. مع الدماء ما يعرفوش. شفتوا الانترو نتاعها، المدخل نتاعها كيفاش الخدمه حلوه ياس نعرف توا ما نستحضر ياس. شنو قلت لي لحمك شوك بكري بالحق؟ والله لحمي شوك شوك. والله عنده رياض عنده سبع انثى نقولوا. اي ما سبع انثى اللي سندوات حلوين اللي عنده بالحق. ورياض اللي يعجبني فيه قفلته صحيحه. يعطيك المقام في قفلته محلاها. اصعب حاجه القفله يا استاذ. طبعا هذاك ما فماش قفله، كل جمله عندها قفلتها. صحيح. فماش شي واحد بالصباط وما يقفلوش. والله ماني فاهم. فما دينو سونسيبل، دينو سونسيبل فهمتي ولا، ويلعب ياسر على النيونس، يعرف قداش قوي لا تعرف قداش ينقص. صحيح. ولين يعطي حل. خلرشيه راه ولرشيه هو هو القرجومه نتاع الكامنجا راه. صحيح. فكرتها شنيا هذه؟ هذا ياخذ الكامنجا عاد، هذا ياخذ بها ميداي في باريس. الروح الغربيه سي شيم على ذكر باريس، اغنيه ما كنت تظن تنساني اللي سجلتها ورده عام 55 مش موجوده على ال مش موجوده والله. ثم الجاليه اليهوديه ساعات يبعثوا لي حاجه كي نلقاها انا بعثك بالله بعثين اتذكر راهو ظلموني حبيبي، اعطاها الورده قبل الورده قبل. اي
الواد قبل ظلموني ظلموني بعد شويه باش نسمعوها بصوت مطربتنا رانيا بن زروق. رانيا بن زروق ان شاء الله. ونحبوك تقعد معنا وراي بالنسبه لحلقه واحده للمرحوم فنان رضا القلعي ما تفيش بالغرض، ان شاء الله نخصصوا له حلقات اخرى ونتصلوا بيك ونكملوا نوصلوا حوارنا ونضيف بحثنا لهنا ونستضيفوك حتى تفضل الكلمه ليك في الختام. عندك انت قول اذا قلعي هو مشروع، هو كاتب الاغاني أي. ما فيهم الانماط الكل، القصيد، الاغنيه الخفيفه، الاغنيه الوطنيه من حبيبي يا مجاهد والى اخره، الى الاغنيه الفكاهيه عادي ودي حضار فاش عملنا بورتري نكمل نكمل معاه. ورضا قلعي، ورضا قلعي حاجه اخرى، هو قائد فرقه ممتاز اكيد. نحن برنامجنا اسمه اخوي العزيز اسمه مع المايسترو. اي ورضا قلعي هو سوليست، خلى الكمانجه هي الفيديت، تغني عليا ولا تغني سفية يقولوا يا رضا يا رضا. وفعلا هذايا في التقديم اللي عملناه قلنا أنه رضا القلعي هو أنشأ في تونس حاجة اسمها ديفينيسيون بتاع العازف النجم، ما كانتش في تونس، كانت في مع عبود عبد العال وكانت عازفين أخرين، لكن في تونس هو اللي راهن على عنا مش نواصلوا حديثا. بالله في كلمتين إضافة صغيرة يا سي هشام. نعم ثم حاجة يظهر لي ما تعرفهاش ولا تعرفها برا، شوف التسجيل نتاع يا مروح البلاد وردة هذاك رضا القلعي والدك معاها بالكمنش هذا قاله لي سيد قطرية، قال لي سجلها في فرنسا في التاريخ هذاك بطبيعة الأستاذ رياض عاصرهم سلم لي عليهم الأستاذ الله يرحمه. عم سيد الله يرحمه يسأل فيه قالوا له كيفاش تسجل، قال لهم نسجل عند السايسي، قال له كيفاش تلم الفرقة عند سكون السايسي بشير بشير السايسي، قالوا كي نلقى إذا القلعة سينتهنى بشير بشير بشير. إذا أنت بكري سألتنا قلت لنا هل أنا عدنان شواشي أبدع في شغلتني ولا يحب الجمهور يسمعها لأنه ما عندوش عليها برشا فكرة، نسمعها مع بعضنا ونحكموا عليها.